نعم، بداية تحياتي لك، شكرا على هذه الاستضافة. يعني العدو الإسرائيلي اليوم يحاول أن يضغط بكل ما لديه من قوة أو بكل ما لديه من ترسانة عسكرية، سواء في سوريا أو في لبنان أو في فلسطين. ربما يعني يخرج من الخيبة التي مني بها في غزة والتي يمني بها يوميا على أيدي المقاومة الفلسطينية. العدو الإسرائيلي أعتقد بأنه هو يعني هو ليس بجديد عليه قصف الأراضي السورية أو الاعتداء على السيادة السورية، إنما تكثيف الضربات الآن واستهداف مواقع محددة واستهداف أشخاص محددين على الأراضي السورية هو يأتي في سياق التصعيد العسكري لزيادة الترهيب في المنطقة وزيادة ترهيب محور المقاومة، نظرا للدعم الذي تقدمه للمقاومة الفلسطينية في غزة وللإخوة الفلسطينيين والقضية الفلسطينية. لذلك يعني أعتقد بأن الجيش الإسرائيلي سيواصل في هذه الأيام المقبلة لعب هذه الأوراق في للأهداف العسكرية، سواء في سوريا أو لبنان أو فلسطين، لكي ينتهي يستمر بهذا النهج، خاصة بأنه يعني الأمل في أي إنجاز عسكري على الأراضي الفلسطينية أو تسجيل نقاط قوة على المقاومة الفلسطينية بات في حكم الشبه مستحيل عليه. طيب سيد حسين، يعني حضرتك كما قلت يعني هو هذه الاستهدافات لأشخاص معينين ومواقع معينة، يعني هناك استهداف لحزب الله وفصائل أخرى تابعة لإيران على الأراضي السورية، هل من الممكن أن هذه الاستهدافات المتكررة والتي تصاعدت في هذه الفترة من الممكن أن تحرك قوات الحكومة السورية ليعني منع محاولة منع إيران من استهداف إسرائيل من الأراضي السورية؟ أول شيء يعني شاهدنا نحن اليوم الاعتداء الإسرائيلي على فلسطين المحتلة، وشاهدنا الاعتداء الإسرائيلي على سوريا قبل، وسوريا تستهدف أيضا القوات الحكومية السورية وتستهدف النظام السوري وتستهدف الجيش السوري. هذه الفصائل الموجودة على لكن الأراضي سيد السورية حسين، يعني هناك مواقع أخرى، لم هناك تكن، مواقع أخرى يوجد نعم فيها فقط يعني يعني هل قوات من يحق الجيش هل يحق السوري ولا يتم استهدافها، لكن المواقع المستهدفة، سأتكلم نعم سيد حسين، يعني السؤال هو سأتكلم استهداف مناطق معينة وعناصر معينة على أراضي سورية. هذه الأنا... هذه ما... ما هذه الفصائل أو هذه المقاومات لم تكن لتكون موجودة على الأراضي السورية لولا الاستباحة الإسرائيلية والأمريكية والمؤامرة التي مرت على سوريا طوال 12 سنة. هذا ما نقصده اليوم، وبالتالي يعني الإسرائيلي إذا أراد أن يضرب جميع المواقع الحكومية أو السكنات الحكومية للجيش السوري كان ليفتح حرب مباشرة على سوريا، وهو حاول ذلك من خلال أدواته في المنطقة ومن خلال التطرف في المنطقة والتي هي صنيعة أمريكا وإسرائيل. هذه الفصائل وجدت على الأرض السورية كحلفاء وليس كمستبيحين للدفاع عن سيادة سوريا وللدفاع عن هذا المشروع الذي كان يجر سوريا ربما إلى ما نشاهده اليوم من معاناة للشعب الفلسطيني. لذلك أعتقد بأن هذه الضربات التي وجهها الإسرائيلي أيضا هي في سياق الانتقام للمشروع الذي أفشل. يعني هل يعقل أن يحق للعدو الإسرائيلي أن يستبيح الأجواء السورية أو أن يرسل إلى سوريا المجموعات المقاتلة والمرتزقة ولا يحق لسوريا أن يكون لديها حلفاء تدافع عنها؟ وهذه الحلفاء هي ليست قوات، هي ليست قوات تابعة لإيران، إنما هي قوات حليفة لإيران، هي تعتبر محور مقاومة بالتعاون مع إيران يدافع عن الإرهاب الإسرائيلي والأمريكي في المنطقة. طيب هذا السيناريو المتكرر بين يعني استهداف من قبل فصائل وجماعات تابعة لإيران لإسرائيل وبالمقابل إسرائيل ترد عليها على الأراضي السورية، هذا السيناريو من الممكن، هل من الممكن أن يبقى هكذا أو هل يمكن أن يكون هناك تصعيد أو يعني إجراءات أخرى في الأيام القادمة؟ نعم، بداية يعني هذا الاستهداف هو يعني للدفاع عن الأراضي سواء في سوريا أو لبنان أو العراق أو فلسطين، لو ليس فقط
في سوريا. وإنما نحن عندما نتحدث عن سوريا طبعا هي الأمور ستبقى ذلك إلى أن تكف إسرائيل عن الاعتداء على الوطن العربي والاعتداء على الشعوب العربية المتمسكة بالسيادة الوطنية وبالأراضي المحتلة أو بالأراضي التي يحاول أي شخص تابع لإسرائيل أو لأمريكا العبث بها أو احتلالها. لذلك أعتقد أن الأيام القديمة القليلة القادمة ستشهد حلولا على هذا الصعيد، ولكن تبدأ الحلول من تسوية على غزة في غزة للمقاومة الفلسطينية. نعم، من بيروت حسين شعيط خبير في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.